استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم الأمير فيصل بن محمد بن شريم المري شيخ شمل قبيلة المرة، وذلك للسلام على جلالته. ورحب جلالة الملك المفدى بالأمير فيصل بن محمد وتبادل معه الأحاديث الودية، ومتمنيا جلالته له موفور الصحة والسعادة.